سمحوني ناكد لكم عليها واخا نتوما مستشارين، هي واحد الحاجه اساسيه، هي واحد المجهود بغيت نبدلو مع الاخوان اللي غاديين يبغيو يتعاونوا معايا فيه، فهمتيني ولا لا، في اعاده التربيه ديال الاخوان ديالنا، ديال الحزب، ديال الاخوان ديالنا المستشارين ديال اش قال التربية بحال ما كيما قال إعادة التربية ماشي الترابي، الترابي شيء والتربية شيء آخر، فهمتيني ولا لا؟ فهمتي؟ خليونا عاود ثاني. أنا كنتكلم على إعادة التربية اللي كتفهموها وكتعرفوها وتطالبوا بها، ما يمكن لكم إلا تطالبوا بها، إلا ما بغيتيوهاش ما نديروهاش، اللي بغيتي بغينا ولا ما بغيناش؟ ما يلا وكل الحياة دابا وحدك اللي باغيها. لا، هي ضرورية وهي من صميم ديننا، من صميم ديننا التربية ديال الإخوان ديالنا، من صميم ديننا إعادة تربية المجتمع